والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا محمد، شكرا إلهام، ونتابع معكم الآن أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال فبراير الماضي بنحو 128 مليون دولار، وبلغ الاحتياطي النقدي 34.352 مليار دولار مقابل 34.224 مليار دولار خلال يناير الماضي. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على استقرار مصر في ترتيب مؤشر أجالة لوجستي للأسواق الناشئة لعام 2023، حيث حصلت على المركز 21 من بين 50 دولة. شمل المؤشر استطلاع آراء 750 مديرا تنفيذيا في قطاع الخدمات اللوجستية حول معنويات الصناعة وتصنيف الأسواق الناشئة في العالم، بهدف قياس البيانات الاقتصادية والتجارية والمؤشرات الاجتماعية وتطوير النقل. أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت على رأس قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث صفقات الشركات الناشئة بنحو 160 صفقة. جاء ذلك في رسم معلوماتي نشره مركز المعلومات يتناول التقدم الذي حققته الشركات المصرية خلال عام 2022، حيث استطاعت الشركات المصرية جمع تمويل وصل إلى 517 مليون دولار خلال عام 2022. وجاء قطاع التكنولوجيا المالية في المرتبة الأولى. استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدا رفيع المستوى من مقاطعة جيتيانغ الصينية، إحدى أكبر المناطق الصناعية في الصين. ناقش الجانبان التنسيق بشأن توفر حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات العاملة بمقاطعة جيتيانغ للعمل داخل المنطقة الاقتصادية واستقطاب كيانات كبرى تعمل في صناعات متنوعة. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبال ميناء بورسعيد السياحي السفينة السياحية القادمة من ميناء برانديس بإيطاليا وتدعى بوريالس، وعلى متنها 832 سائحا من جنسيات مختلفة. وأشاد سائحو الباخرة بحفاوة الاستقبال والترحيب من أهالي بورسعيد، وسيتوجه الركاب إلى القاهرة لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية ثم العودة لبورسعيد، حيث من المقرر أن تغادر السفينة الميناء فجر الاثنين ضمن قافلة الجنوب متوجهة إلى ميناء سفاجا. في منطقة الخليج واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي مدعومة بزيادة الأرباح وسط تفاؤل القطاعات غير النفطية، وصعد المؤشر السعودي بنسبة 1.3% بعد تسجيل قطاع الأعمال غير النفطي في المملكة أعلى مستوى في 8 سنوات في فبراير، كما صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 59%، وارتفع مؤشر بورصة عمان بنسبة 6%. قال رئيس الوزراء الصيني لي كاتشيانغ إن بلاده ستضاعف جهودها لاستكشاف وتطوير موارد الطاقة والمعادن المهمة، وأضاف تشيانغ أنه يتعين على الصين أيضا تعزيز البحث والتطوير من أجل الاستخدام النظيف والفعال للفحم، مستهدفا التخفيض المستمر في استهلاك الطاقة وإعطاء الأولوية للسيطرة على استهلاك الوقود الأحفوري. كما أكد رئيس الوزراء الصيني العمل على تحسين سياسات التنمية الخضراء وتعزيز الحفاظ على الطاقة وخفض الكربون في المجالات الرئيسية.
أفادت تقارير إعلامية يابانية أنه من المحتمل أن تكون كوريا الجنوبية واليابان على وشك حل نزاع حول العمل القصري يعود للحقبة الاستعمارية طغى على العلاقات السياسية والتجارية بين الجارتين. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر دبلوماسية أن حكومة كوريا الجنوبية تعتزم الإعلان عن حل من جانبها للنزاع التاريخي والقانوني بشأن تعويض أشخاص أجبروا على العمل في ظل الاحتلال الياباني لكوريا خلال الفترة من عام 1910 إلى عام 1945. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وإلهام لمتابعة النشرة. إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.